زميلتي زهور، صباح الخير لكل مشاهدي قناة النهار. إذا كما ذكرتي انطلقت امتحانات البكالوريا الرياضية وحتى لشهادة التعليم المتوسط عبر كل ولايات الوطن في الفترة الممتدة من 7 ماي إلى 16 من شهر ماي. إذا المركز الذي نحن متواجدون فيه متواجد شرق العاصمة ثانوية فرحات عباس، يحضر معي مترشح من شهادة البكالوريا ومؤطر للحديث أكثر عن إجراءات هذا الامتحان. نبدأ مع المترشح. أهلا بك، صباح الخير، اسمك من فضلك؟ ام سعود. انا اسامه. اسامه، اليوم يعني جريت اختبار التربيه البدنيه والرياضيه، كيفاش كان الاداء تاعك؟ الحمد لله كان شغل صافا، في متناول الجامعه، شغل ماشي حاجه بزاف ولا، والحمد لله قدرنا نجوزه كما كان الحال. لا أسامة، راني نشوف هل يعني درجة الحرارة ساعدتكم في الأداء ولا كانت معرقل، ولا هل يعني الامتحان كان في الفترة الصباحية يعني قبل ما تكون ترتفع درجة الحرارة؟ هي صافا، شغل كانت مع صباح صافا شوية، باسكو سخانة دوك شوية تبدا تزيد. الحمد لله ساعدتنا، ماشي ما أثرتش علينا ولا كانت معرقل. شنو هي التمارين اللي خضعتوا ليها؟ رمي الجلة، قفز طويل، سباق السرعة والعدو. هذا المرتبة تاعك في سباق السرعة شحال كان؟ المرتبة في هذا الخرانية مرتبة ثالثة. هل هذا يعني دليل على أنه أنت في حياتك اليومية تمارس الرياضة ولا لا؟ لا نمارس الرياضة. ساعدك في الأداء؟ بيان سي، ساعدتني بزاف. معروف أسامة أنه علامة التربية البدنية راح تساعدك في الحصول على معدل مرتفع في شهادة البكالوريا، هذا حفزك أنك تجتاز الامتحان وتخدم يعني بكل ما لديك من قوة للحصول على هذه النقطة. نعم، هذه خدمنا، جينا نجوزو الباك سبورتيف باش يزيد يعاوننا. بيان سور يعاوننا، وان شاء الله ننجحوا هذا العام، ان شاء الله ينجحوا قاعد ان شاء الله. شكرا اسامه، حتى لا نطيل اكثر على الزملاء. مؤطر يحضر معي، الاسم استاذ من فضلك؟ مشري يوسف، استاذ التربيه البدنيه والرياضيه متوسطه جميل صدقي الزهاوي دار بيضاء. راني كمؤطر هنا في المركز، مركز فرحات عباسه عين طايا جزائر شرق. نعم استاذ، كيف كان الاداء المترشحين في الثلاثه ايام الاولى؟ الأداء كان على العموم حسن، نظرا للظروف، الظروف الطبيعية يعني ما كانش بزاف سخانة، والحمد لله بتأطير من الأساتذة الأفاضل وعلى رأسهم المفتش مرشدي طاهر المشكور على ذلك. أستاذ، ممكن باختصار تعطينا الورشات اللي يخضع عليها الذكور والإناث، علما أنه يختلفوا سواء من حيث المدة ولا وزن الجلة؟ نعم، هناك يعني المعروف يعني هناك فروق فرديه بين الذكور والاناث من حيث مثلا الوزن في الجله، ومن حيث المسافه في الجري الطويل، ومن حيث كذلك الوثب الطويل من حيث المسافه. هناك يعني فروق فرديه بين الاناث والذكور. لحد الان لعلامات التلاميذ يعني المترشحين تقدر توصل ل20؟ على حسب يعني الاداء، اداء التلميذ ولحسب سلم التنقيط الثاني. ممكن اذا كان يعني الاداء تاعو ممتاز ممكن يوصل حتى ل20. ممكن اذا كان بشرط يعني الاداء يكون في المستوى. شكرا استاذ. تفاصيل اخرى عن ظروف اجراء الامتحان مع رئيس المركز استاذ طاهر، مرحبا بك استاذ. يعني لو تعطينا تقييم الاداء من اول يوم الى يومنا هذا. الى حد الان منذ انطلاق الامتحان شهادة البكالوريا لتعليمات التربية البدنية، كل شيء على أحسن ما يرام، سواء الانضباط من طرف التلاميذ أو التنظيم من طرف السادة مؤطري المراكز. وكذلك أشكر مدير الثانوية الذي وفر لنا ومقتصده وجميع العمال وفروا لنا جميع الإمكانيات التي نحن بحاجة إليها، هم مشكورين على ذلك، وكذلك مؤطري هذا الامتحان مشكورين على ذلك. والمهمات تسير كالعادي عادية، نحن في الخدمة منذ زمن وفترة وجيزة وينتهي كل شيء. نعم أستاذ، اللي يجي متأخر ولا اللي يتغيب هل عنده الإمكانية أنه يجتاز الامتحان في اليوم الموالي أو سيدتي الكريمة، قلت لك في البداية نحن في الخدمة، هادهم أبنائنا ننتظرهم إلى آخر يوم، ننتظر المتأخر والمريض إلى غير ذلك حتى يشفى. لدينا فترة حتى 16، وربما الديوان الوطني يمدد الفترة إلى ربما يوم 20 مايو. نحن في الخدمة ننتظرهم.
أستاذ، المركز يفتح على الساعة 7، نعلم أن الحرارة مرتفعة هذه الأيام، يعني مدة اجتياز الامتحان من الساعة 7 صباحا إلى غاية؟ من 7 صباحا تقريبا هنا من الانطلاقة رانا حتى للعشرة الحداش، نكثروا من الورشات، نزيدوا الورشات باش العملية تنتهي، نعمل مجهود باش العملية تنتهي قبل الساعة 10 تقريبا، ثم ننصرف إلى الميدان الجانب النقاط، صب النقاط، ولكن في نفس الوقت ننتظر المتأخرون لكي نقوم معهم بعد. أستاذ، ربما كلمة أخيرة يقولها لنا الأستاذ دوسان، تفضل معنا. أستاذ، أنا نشوف بأنه الملعب ولا المكان المخصص للإجراء راه مجهز، هذا يساعد على الأداء الجيد للمترشحين، يعني وكأنه امتحان تربية البدنية، خلينا نقول على الطاولة حقها من حيث الاجتياز اللي يكون في صالح التلميذ. على كل حال، هو المركز هذا العام الاول تاعو اللي كنا نخدمو في 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 مكان واحد اخر، العام الاول اللي فتح المركز هذا، راكم تشوفوا التجهيزات، يعني حتى الملعب يعني يوان من الامور هذه، والحمد لله يعني الامكانيات متوفره، المؤسسه وفرت لنا جميع الامكانيات اللي نحتاجوها، حتى المترشحين راكم تشوفوا مرام يعني في الحاله النفسيه تاعهم ولا يعني هي مليحه، وحنا رانا في الخدمة وهم راهم، ربي يوفقهم إن شاء الله. شكرا أستاذ على هذه التفاصيل. إذا نعود إليك زميلتي زهور، كانت هذه تفاصيل إجراء امتحان تربية البدنية والرياضية المترشحين الأحرار وحتى المتعلمين عن بعد لبكالوريا وشهادة تعليم متوسط لدورة 2023. شكرا لك هاجر زليلف على كل ما قدمته من تفاصيل بخصوص